تشهد مدينة الموصل حراكا ثقافيا توعويا متزايد يقوده الشباب بهدف تحفيز السكان على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في آيار مايو القادم. كما كان للشباب صولة في تحرير محافظة نينوى وزج الدماء الزكية من أجل تخليص الموصل والمناطق الأخرى من براثن داعش، لا بد أن يكون لهم ثورة بنفسجية حقيقية حية من أجل النهوض بواقع مدينة الموصل ومحافظة نينوى بشكل عام. يرى أصحاب الشأن من المختصين السياسيين والأكاديميين المثقفين والشباب أن الانتخابات قد تكون السبيل الوحيد لإخراج الموصل من عنق زجاجة الأزمات والأوضاع الصعبة التي تعيشها، والطريقة المثلى لإبعاد الوجوه السياسية التي أخفقت ولم تثبت جدارتها. أنتم أبناء المستقبل، وقراركم اليوم في هذا الوقت ستتحملون نتيجته في السنوات القادمة. هؤلاء سياسيين فاسدين، أوكي، لا نستطيع أن نغيرهم، أوكي يا أخي، غيروا 30% من الدورة القادمة على 60%، غيروا التدريجية، دخلوا راح يفسد هذا معاه. لا، ما يفسد. ما يميز الشارع الموصلي اليوم الحماسة والرغبة في العودة بقوة إلى الأحداث البارزة التي يشهدها البلاد لتعويض ما فات خلال السنوات العجاف الماضية. قد تكون الانتخابات هي بوابة العودة. طبعا دور الشباب هو الدور الفعال في الوقت الحاضر، لأن هم أداة التغيير، وأن طبعا الشباب هم الحاضر وهم المستقبل وبيدهم التغيير. ينتظر المواطن البسيط بفارغ الصبر من يعيد له الحياة من خلال توفير الخدمات، فلستحقق الانتخابات هذه المرة حلم المواطن. من الموصل، جمال البدراني، الشرقية نيوز.